هيا خبر ايش؟ معنا لعبة التعاكس. وايش هي لعبة التعاكس؟ نتعاكس. كيف يعني؟ يعني امي وابي يقعوا مثلا ثانيين، وامها وابوها يقعوا ثانيين، هكذا يعني. الحين هذه امها وابوها منو؟ ايمن ومرته. وهذا؟ اسمه محمد ومرته. محمد اللي هو ابوه. وانتي من قد وابوش ومش؟ انت ومرتك. انا واسمع. الحين انتي بنتي. ايوه. وهذا؟ باسمها؟ اسمها لميس. وهذك؟ اسمها. وانتي؟ أفي. عصا يا جن. عصا. ايوه وذا الحين وليحنا تجلس اللعبة. لا غدوة. يعني تجلسن طوال اليوم. ايوه. وترقدي تجي انتي ترقدي عندي وهذا تصير ترقد عند هذا وهذا تصير ترقد عند هذا. ومرتاحة هكذا. طيب وايش اللي خلاك انت تفكرين في هذا اللعبة؟ يعني ذا الحين كل واحد تغير ابوها ورجع نجي يعني غدوه نسالك ايش كان شعورك لما ابوش الجديد وكيف شعورك وانت مع ابوش وانت مرتاحه الحين ما كنت تعيني انا عمنور الله وانت انور يا جنار احنا وانت تعيني بابا يا الله قومين قومين